أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم إهمال صلاة الاستسقاء احتجاجا بكثرة الذنوب الموجودة أو بتوفر المياه؟ ما حكم إيش؟ ما حكم إهمال صلاة الاستسقاء؟ إهمال؟ نعم يا شيخ. بكثرة الذنوب الموجودة احتجاجا بكثرة الذنوب الموجودة أو بتوفر المياه. أما إذا كانت المياه متوفرة فلا تشرع صلاة الاستسقاء لأنه لا حاجة إليها. وأما قوله على كثرة الذنوب هذا لا يجوز، هذا قنوط من رحمة الله. ألا يجوز أن نترك صلاة الاستسقاء ونقول لا يستجاب لنا لكثرة الذنوب وكثرة المعاصي؟ هذا من الجهل ومن إساءة الظن بالله عز وجل. فلا نقنط من رحمة الله ولو عظمت ذنوبنا، الله قريب مجيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن نستسقي ونلح والله قريب مجيب. لكن الشأن أننا نصدق، ما نصلي صلاة شكلية بل صلاة عن توبة وعن استغفار وعن رجوع عن السيئات، لا هو المطلوب. وكل ما عظمت الذنوب فإن هذا يكون آكد في التوبة والاستغفار. كل ما عظمت الذنوب يكون هذا آكد في التوبة والاستغفار. أما اللي يقول أنه إذا كثرت الذنوب فلا تستغفر ولا تستسق، هذا جاهل مركب، وهذا عنده قنوط من رحمة الله. والله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله العافية. فعلى هذا أنه يتوب إلى الله من هذه المقالة. نعم.